بسم الله. الدرس العاشر لكسيون 90. لانن زي دويتش، تعلموا ولا هل تتعلمون الألمانية؟ يا ناين فراغ. الأسئلة باليا والناين. فلدينا المثال كومت أوس برلين، هو يأتي من ألمانيا. ركز، نومن أو زوبيكت فاعل، كومت الفاعل، أوس برلين من برلين سائر الجملة يعني أو باقي الجملة. عندما نسأل نقدم الفعل، عندما نقدم الفعل تكون الإجابة يا أودا ناين، بالعكس الفو مثلا أو الأسئلة مع الدوبل أو مع الفي في فخار. فكومت إير أوس برلين، هل يأتي من ألمانيا؟ فتكون الإجابة يا ناين، وبعدين نضيف الجملة الكاملة. أوس زاغزات الجملة، إير كومت أوس برلين، هو يأتي من ألمانيا. يا ناين فراغة، فنقدم الكومت ونؤخر أو نجعلها في المكان الثاني، كومت إير أوس برلين، ونركز حتى على النبرة. يعني عندما نقرأ يعني نركز حتى على الصوت. أوس برلين، الصوت ينزل، كومت أوس برلين في السؤال يرتفع، كومت أوس برلين. أنتworten auf Ja, Nein Fragen. الإجابات على ال Ja وال Nein. Kommen Sie heute, هل تأتون اليوم، حضرتكم يعني؟ Ja, ich komme heute Nachmittag. نعم، أنا آتي اليوم عصرا. Nein, ich kann heute nicht. لا، أنا اليوم لا أستطيع. طيب، kommen Sie heute nicht؟ ألا تأتون اليوم؟ هنا نركز أن الأولى كانت إيجابية، أما الثانية سلبية، لأن النشت موجودة. فالإجابة بدلا من اليا، يعني المعنى سيكون نفس الشيء. يعني حتى الفلسفة نفهمها المعنى كأننا نقول يا إيش كومو هويت نهمتا، لكن بما أن النشت موجودة حتى في العربي، ألا تأتي اليوم؟ أقول بلى. فالبلا هذه دوخ، دوخ ich komme heute Nachmittag، بلا أنا آتي اليوم عصرا. طيب لا آتي، فماذا أقول؟ nein ich kann heute nicht، لا أنا اليوم لا أستطيع. höfliche bitten، الطلب المحترم، könnten Sie mir bitte helfen. الكنتن للاحترام، Könnten Sie mir bitte helfen? Oder würden Sie bitte das Fenster öffnen? يعني هنا أيضا ممكن نقول würden Sie mir bitte helfen? Könnten Sie bitte das Fenster öffnen? Als könnten und würden نفس المعنى تقريبا. فهذا هو الشرح لهذه القاعدة. أي أحد لديه سؤال؟ فسنبدأ إن شاء الله مع التدريب الأول. Schreiben Sie Fragen und Antworten زي. فلدينا الكلمات زي شميت هايسن. أستاذ أحمد، ممكن نبدأ معكم؟ طيب أستاذة فراو هاندا. يا هلو، أوكي، زي شميت هايسن، ممكن نفعل أو كيف نفعل السؤال مع هذه الكلمات؟ ممكن في اس داس لا لا، في يعني هي الكلمات موجودة لكن لازم نفعل نرتب فقط. ترتيب. زي هايسن شميت. السؤال سيكون هايسن زي شميت، لأن تعلمنا أن الفعل يبدأ به حتى يصبح سؤال، أو يعني السؤال يكون إما بالفي فعل، وهذه فعلناها المرة الماضية، واليوم بالفعل. بالأفعال. تمام. فنقول هايسن زي شميت، والجواب كيف سيكون؟
Heißen Sie Schmidt? Ja, sie heißt Schmidt. Ja, ich heiße Schmidt, Messner. Okay. Okay. Ustaz Ahmed? أيوة ما حضرتك تمام. جاهزون ولا؟ جاهز طبعا. تمام. فلدينا زي aus Südafrika kommen. زي كومن aus kommen سويد أفريقيا. تمام. لكن هذا سيكون جملة. نحن نريد السؤال. كيف سيكون الترتيب؟ كومن زي aus سويد أفريقيا. Super. تمام. Kommen Sie aus Südafrika? والجواب كيف سيكون؟ يا ich komme aus Südafrika. Super. Okay. Jetzt أظن Frau Ruqya كانت تقول هي تريد أن تسمع فقط. Frau هندا. المايك. طيب أستاذ أحمد ما حظكم تمام فلدينا زي انجلش سبيسن كيف سيكون السؤال جريشن زي انجلش und die antwort يا ايش جريش انجلش super طيب زي verheiratet sind أو هاندا أنتم موجودون؟ لسه طيب أستاذ أحمد حضرتك كيف نحن؟ زند زي في هيراتد تمام يا أنت إش يا إش بن في هيراتد أو ناين إش بن ليدش تمام oder nicht verheiratet Das geht auch. Hada aydan mumkin. Ja. Okay. Fünf. Sie Kinder haben. Wie ist die Frage, Herr Ahmed? Haben Sie Kinder? Ja, ich habe, ich habe drei Kinder. Auch. Okay. Oder nein, ich habe nicht. Ich habe keine Kinder. Keine Kinder. لأن الأطفال ممكن نعدهم ein Kind und deswegen keine Kinder. Okay. Jetzt Nummer zwei. Schreiben Sie Fragen. يعني اكتبوا الأسئلة. فلدينا الأجوبة ومن الأجوبة نفعل الأسئلة. Ja. Frau Hunter, أنتم موجودون ولا لسه؟ أنا موجودة من زمان. Okay, lass uns mal sort. Nein, ich spreche kein Französisch. La, ana la tekellem, au la, ana la tekellem al-Fransiya. كيف سيكون السؤال؟ Wie ist die Frage? هو برضو ممكن نقول sprechen Sie Französisch? Genau. Okay. Herr Ahmed, nein, ich bin keine Deutsche, ich bin Türkin. ممكن نقول بستو دوتش دوتشي او ممكن نقول زند زي دوتشي الاجابه هتبقى سوبر هير ابراهيم لو اردتم لدينا يا است ليغر فون بروف نعم هو معلم من حيث المهنه فتعرفون ان تكونوا جمله او سؤال يعني يا آه تمام ماشي إذا سيكون الدرس ما بين أستاذ أحمد وبين أستاذ هنا بالدور هيا أحمد يا هنقول است إيه فون ليرة فون بيغوف هتكون الإجابة يا إير إست ليرا فوم بغوف لكن الأفضل نشيل الشون لأن شون يعني يدل على شيء آخر يعني فيها
already مثلا. Yeah. فنبقيها كما يعني نبقيها من حيث الجواب انه ist er Lehrer von Beruf؟ Ja, er ist Lehrer von Beruf. Super. Jetzt Frau Handa, ja, wir wohnen schon lange hier im Haus. نعم نحن نسكن منذ فترة طويلة في البيت. Wohnen wir schon lange hier im Haus? Wir? Oder eher, ja, wir wohnen. Ja, wir. هو لكن السؤال سيكون من طرف آخر. يعني يعني أنتم مثلا تقولون نعم نحن نسكن. فالذي يسأل يكون شخص آخر. أيوة فأنا أقول هل تسكنوا؟ تمام. فبونن في فأنا لا wohnt ihr أنتم. تمام. لأن أنا مثلا أسأل هل تسكنون منذ فترة طويلة في البيت؟ وأنتم تجيبون نعم نحن. نحن أيوة ف wohnt ihr schon lange hier im Haus؟ Ja, wir wohnen schon lange hier im Haus. Okay, Herr Ahmed, nein, Sie haben keine Kinder. Haben Sie Sie اللي هم هم Genau. haben Sie Kinder? Genau. Haben Sie Kinder? هل لديكم أطفال؟ Nein, Sie haben keine Kinder. لا ليس لديهم أطفال. طبعا هنا نستطيع أن نميز ما بين الزي الهم والزي الحضرتك من حيث الكابيتال الحروف الكبيرة große Buchstaben. طيب ننتقل إلى الدرس الثالث. يقول ja, nein, doch. Was passt? Kombinieren Sie. Okay. فأنا أقرأ لكم أولاً الجمل والأسئلة وأنتم تحاولون أن تحضروا الإجابة. Lernen Sie Deutsch؟ هل تتعلم حضرتك الألمانية؟ Gehen Sie gerne ins Kino؟ هل تذهبون أنتم حضرتكم بحب إلى السينما؟ Spielen Sie ein Musikinstrument؟ هل تعزفون أو تلعبون على آلة موسيقية؟ Wohnen Sie nicht in Köln؟ ألا تسكنون في كولن؟ مدينة في ألمانيا. Sind Sie Herr Meyer؟ هل حضرتك يعني حضرتك السيد مايا؟ Kommen Sie nicht zur Party؟ حضرتك لا تأتون إلى الحفلة. ومن الإجابات التي لازم نصلها بالأسئلة Doch, aber ein bisschen später. بلى لكن متأخرا. ونركز أن النفي في السؤال يدل على الإجابة مع الدخ. فهكذا يعني ممكن نبحث عن بعض الإجابات. Nein, leider nicht. لا للأسف لا. Nein, لا. Mein Name ist Westermann. اسمي Westermann. Doch, بلى. Schon seit 3 Jahren. منذ 3 سنوات. Ja, schon seit 2 Monaten. نعم منذ شهرين. Es geht. ماشي الحال. Ich gehe lieber ins Theater. أفضل المسرحية. Herr Ahmed. Ja. Lernen Sie Deutsch. Was passt? Ja, schon seit 2 Monaten. Genau. Ja, schon seit 2 Monaten. Frau Handa, gehen Sie gerne ins Kino? Nein, leider nicht. Aber ممكن es geht, ich gehe lieber ins Theater. هذا هو الأنسب لأن التياتر موجودة. فالتياتر يناسب الكينو. Es geht, ich gehe lieber ins Kino. 2 mit F. Herr Ahmed, spielen Sie ein Musikinstrument? Nein, leider nicht. B, nein, leider nicht. Genau. B, nein, leider nicht. Okay, Frau Handa, Nummer 4. Wohnen Sie nicht in Köln? In Köln?
doch schon seit 3 Jahren. Genau. D. Doch schon seit 3 Jahren. Herr Ahmed, sind Sie Herr Meier? Nein, mein Name ist Westermann. Genau, super. C. Nein, mein Name ist Westermann. Frau Honda, kommen Sie nicht zur Party? Doch, aber ein bisschen später. Doch, aber ein bisschen später. Ah, genau, super. Hey, Asira? Nein. Okay. Nein. Dann gehen wir zu Nummer 4. Nathalie, wieder التدريب الرابع. Welche Antwort passt? أي إجابة مناسبة؟ أولا سأقرأ لكم الباراغراف الفقرة وثم نجيب على الأسئلة بيا ناين أو دو نختار يعني. Herr Waltermann wohnt in Frankfurt. السيد والتمان يسكن في فرانكفورت. Hat in der Schule Englisch und Spanisch gelernt. هو درس في المدرسة الإنجليزية والإسبانية. Er arbeitet in einem Büro als Programmierer. يعمل في مكتبة كمبرمج. Ist vor 2 Monaten nach Frankfurt gekommen. أتى منذ شهرين إلى فرانكفورت. Und kennt hier noch keinen Menschen. ولا يعرف أحد من الناس. Kommt aus München. يأتي من ميونخ. Und seine Verwandten, الأقارب, und Freunde, والأصدقاء, wohnen in der Nähe von München. يسكنون قريب من ميونخ. Okay. الآن نبدأ مع الأستاذة شيماء لو هي جاهزة. نعم. Okay. السؤال الأول يقول كان هير والتمان كين سبانيش؟ كان كيف نجيب؟ كين سبانيش كان يا يا تمام فنختار اليا. هير أحمد wohnt er in der Stadt؟ Nein, in der Nähe von München. Das sind die Verwandten und Freunde. الأصدقاء والأقارب هم الذين يسكنون in der Nähe von München. لكن er يقول, er ist vor zwei... Frankfurt. Frankfurt, Medina. Ja. Ja. Genau, ja. فالأولى ja, والثانية أيضا ja. Frau Handa, hat er keine Verwandten in der Nähe? طبعاً هنا معلومة أن ميونخ طبعاً. طيب تعرفون المسافة بين ميونخ وفرانكفورت؟ نعم. طيب بس هي بعيدة شوية. طيب. بعيدة؟ نعم. تمام. لما أسمع. أوكي. ففي مسافة بين ميونخ وفرانكفورت فهي ليست قريبة. أوكي. فهنا نعم. Hat er keine Arbeit, Frau Schema? Hat رقم 3 نمبر 4 hat er keine Arbeit hat er keine Arbeit Arbeit يعني يعمل صح؟ تمام هل أليس لديه عمل؟ nein nein هو عنده عمل هات نعم er arbeitet in einem programmierer تمام فيعمل كمبرمج اذا يا Herr Ahmed, kennt er in Frankfurt viele Leute? Nein, kennt hier noch keinen Menschen. Genau, super. Kommt er aus München, Frau Handa? München? هو بيعيش في Frankfurt.
Ja. تمام. Er kommt aus München und seine ja. Okay. تمام. فهل يأتي من ميونخ؟ نعم. Ist er schon lange in Frankfurt, Frau Schema? Ja. Ist er schon lange? هل هو منذ فترة طويلة في فرانكفورت؟ نين. نين. كم سنة؟ شهرين. كم سنة؟ شهرين. ممتاز. أنا أحيانا لازم أشوشكم. أوكي نمرة فين. Würden Sie, könnten Sie, هذه تعلمناها كانت السؤال المحترم. فممكن نستخدم الاثنين. Würden und könnten. Schreiben Sie höfliche Fragen. اكتب أسئلة محترمة. طبعا نحن هنا يعني نفعلها كمحادثة. تمام الدراسة تكون عندما تكتبون بأنفسكم حتى الإجابات. يعني هذا الخطاب للذي لم يكتب. فمثال بايشبيل. Den Zucker geben. Würden Sie mir bitte den Zucker geben? هل تودون أن تعطوني السكر؟ Könnten Sie mir bitte den Zucker geben? يعني ممكن لو سمحت إعطاء السكر. Herr Ahmed, mir den Weg zum Bahnhof sagen. أن تعطوا لي أو تقولوا لي الطريق للمحطة. أنا عندي سؤال تفضل. الأول لو مسموح لي، يعني الفرق ما بين تفضل. فيردن وكونتن؟ würden mit mit wollen مثلا تريد، يريد تمام الكونتن أستطيع تمام الكونتن تمام هل بإمكانكم؟ آه. فحولوها لل أنا صراحة لا أتذكر الآن الريجل اسم القاعدة، لكن حولوها إلى هذا التصريف لكي يكون محترم. Yeah. فهذه هي. تمام؟ yeah. أستخدم مرة فوردن وأستخدم مرة كونت. ممكن نعم رشت. فوردن زي مية دن فيك تسوم بانهوف ساجن او اديكا كونتن زي ميا بيتي دن فيك تسوم بانهوف ساجن جنو زوفا. طبعا ملاحظة، يعني المفروض هذه الملاحظة أقولها في البداية، أن يعني كل واحد يخطئ حتى كمعلم. يعني حتى لو أنا رأيت بعض الدروس من الآخرين المعلمين المشهورين الذين يدرسون الألمانية، ففيهم أيضا أخطاء. فهذه الأخطاء لو وجد عندي أنا إن شاء الله سأجعلها خاصة في البشخايبونغ أو في الدرس الذي بعده. فترون التصحيحات إن شاء الله في البشخايبونغ أو في الدرس القادم. طيب الآن فراو هاندا، مير دين شتيفت جيبن. وردن زي مير den Stift geben oder bitte. könnten Sie mir bitte den Stift geben? تمام. الزاوبرات، عندما أسأل عن الزاوبرات ما هو الجواب أو ما هي الكلمة؟ عندما أسأل عن إيه؟ زاوبرات. Ich weiß nicht. تعرف. أوكي. طيب تعرفون was heißt زاوبرات؟ زوبا يعني نظيف. تمام. لكن صوبة بالست آخر حرف في الألمانية. صوبا ناي شويس نشت. أوكي. صوبة سحر. وات كلمة. كلمة سحرية. فعند الألمان مهم جدا أن تقول بيتا. سحرية. سحرية. تمام. فمهم جدا أن لا تنسى الكلمة بيتا لأنها تكون قبيحة جدا. فحتى يعني الألماني سيطلب منك بعد أن طلبت أن تقول البيتا، فيقول لك صوبا فوت، يعني هات الصوبا، هات الكلمة السحرية التي عندما تقولها
سأقوم بالطلبات التي عندك، فهي البتة. ماشي؟ Könnten Sie mir bitte den Stift geben? تمام. Würden الآن Sie فرو mir شيء. أوكي. Würden Sie mir bitte den Stift geben. الآن فرو شيماء، das Radio، يعني هل بإمكانكم أن تعطوا لي القلم؟ das Radio leise machen، أن توطي أخفض أظن، أو صوت يعني الراديو. تخفض. نعم. طب أنا المفروض أستخدمها مرة مع اللي هي فودا، الفيولو، فودا تمام. مرة مع كونتي، هتبقى فودا فودنزي فودنزي بيتي داس راديو ليزر ماخن. تمام. هو الآن مع الكن وركنتن. كنتن زي بيتي داس راديو ليزر ماخن. تمام، زوبا. الآن هي أحمد، ميا داس فيرتبو جيم، أن تعطوا لي المعجم. يا وردن زي ميا بيتي داس فورتبوخ جيبن وده كونتن زي ميا بيتي داس فورتي بوخ جيبن. Genau, super. Jetzt, Frau Handa, mir die Rechnung erklären. Dann erschöpfe ich الرشنونج اللي هي الفاتورة. Ja. كنتن زي مير بيتا دي رشنونج اركلين بوردن زي بيتا دي رشنونج اركلين اركلين. Würden Sie mir, هذه أيضا mir bitte, die Rechnung erklären. Okay. Jetzt Nummer 6. Fragen mit und ohne Fragewort. أسئلة مع okay. بدون الفراغوات. Was passt zusammen? ماذا يناسب؟ Kombinieren Sie. فلدينا wie hoch ist Ihre Miete؟ يعني بكم؟ يعني هنا hoch يعني مرتفع. فهذه طريقة في الألمان يعني ممكن نقولها wie hoch ist Ihre Miete؟ أو wie viel ist Ihre Miete؟ كم الإيجار؟ liegt Ihre Wohnung zentral؟ ممكن يعني برضو في Zentrum؟ هوخ في هوخ دي للمساحة زي لا، في في جو. غوص، المساحة غوص. أما مثلا في هوخ ist der Berg؟ يعني كم طول الجبل مثلا؟ الارتفاعات بالهوخ. Liegt Ihre Wohnung zentral؟ هل شقتكم في الوسط يعني وسط البلد؟ Wie lange wohnen Sie schon hier؟ منذ متى وأنتم تسكنون هنا؟ Suchen Sie eine neue Wohnung؟ هل تبحثون عن شقة جديدة؟ Wo suchen Sie eine Wohnung؟ أين تبحثون عن شقة؟ الجهة الأخرى، ja, sie ist direkt in der Innenstadt. هي مباشرة في وسط البلد. 650 Euro plus Nebenkosten. التكاليف الجانبية مثل غاز وماء وهكذا. Am liebsten möchten wir auf dem Land wohnen. يعني معلش نفضل أو لو الأحسن سمحت، في شيء. حاجة هنا لما بيبقى في إعلان في مثلا للشقق وكده فبيبقى حاطط إن بي، تمام؟ لما بيبقى حاطط إن بي يعني كده معنى كده إن هو شامل التدفئة والكهرباء والحاجات الداخلية دي كلها، لما بيبقى حاطط بالضبط. الإن بي، صح؟ نعم. لما مبيبقاش حاططها بقى يبقى كده خلاص من غير. هو موضوع الإيجار في ألمانيا. الإيجار في ألمانيا مثلا يقولون 650 أورو بلس نيبنكوست، يعني مع النيبنكوست هي 650 يورو. ف
يحسبون هكذا سنة، يعني كل سنة كل شهر أقصد كل شهر ندفع 650 يورو. آخر السنة آخر السنة يقولون مثلا أن الغاز مثلا كانت كذا، حساباتها كانت كذا، فلو زاد فنضيف الحسابات، يعني لو التكاليف كانت أكثر فلازم ندفع زيادة آخر السنة، لو أقل هم يرجعون لنا الفلوس. فهمتم؟ Yeah. أوكي. الآن أم ليبستن مشتن بيا أنا أوف دي أصدق لاند أنا سبونت. أقصد يا هير لو سمحت، أنا أقصد إن الإعلان نفسه بيبقى موجود في الجريدة مكتوب إن بي، تمام. هما لازم بيكتبوا إن بي دي. ده اختصار الليم كوستن ما أنا زي فاهمة، الفي جي. بس هي تمام. لازم بتبقى مكتوبة في الإعلان للناس اللي حابة تعمل النيبن كوستن مع السعر. يعني الموضوع اختيار، يعني ممكن تبقى في نيبن كوستن وممكن من غير نيبن كوستن. أنا صراحة انا هذا بقى انا كمستأجر هعرف منين، فاهمني؟ يعني لو مكتوبة نيبن كاستن تمام، هي معنى نيبن كاستن، لو بدون فبدون. الإجابة وصلت ولا لسه؟ ماشي يعني ان شاء الله. لو كتب ف تمام هي مع النيم كاستن، لو بدون فإما نسأل نستفسر أو هم غير قاصدين النيم كاستن، يعني النيم كاستن الواحد يدفعه لوحده والإيجار لوحده، لكن تمام. الله أعلم. يعني ممكن هي من مدينة إلى مدينة تتغير، أنا هذه لا أعرفها في حياتي لما أدفع الإيجار في ألمانيا، يعني هذا أصلا يفعله أبي وأنا لم أسكن لوحدي. أوكي. أم ليبستن مشتن في أوف ديم لاند بونن. الأحسن شيء أن نسكن في البلد، يعني في القرية زوتوزر. شون دغاي يارا already 3 سنوات. يا unsere Wohnung ist zu klein. نعم شقتنا صغيرة جدا، يعني سلبي، لأن ال zu klein عندما نستخدم ال zu فهو فوق اللازم أو فوق الشيء الغير المحبوب، أما sehr klein فيدل أنه يعني صغير جدا، لكن لا يدل أن هذا الذي لا نريده مثلا. فهمتم؟ Ja. أوكي. الآن wie hoch ist Ihre Miete, Herr Ahmed؟ 645 Euro plus Nebenkosten. Plus. Okay, Frau Handa, liegt Ihre Wohnung zentral? Ja, sie ist direkt in der in Innenstadt. 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 Tamam. Frau Scheima, wie lange wohnen Sie schon hier? Schon 3 Jahre. Die. Genau. Die schon 3 Jahre. Herr Ahmed, suchen Sie eine neue Wohnung? Ja. Unsere Wohnung ist zu klein. Genau, okay. Ja, unsere Wohnung ist zu klein. Frau Handa, wo suchen Sie eine Wohnung? Am liebsten möchten wir auf dem Land wohnen. Okay. Hat jemand Fragen? Hat jemand Fragen? Nein, danke. Nein. Okay.